أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل من الجزائر: ما حكم الذي لا يقرأ بالتجويد في الصلاة الجهرية وهو يعلم؟ ماذا يجب عليه؟ تجويد بمعنى المعنى الاصطلاحي المعروف الآن من المدود والإدغام وغير ذلك من أحكام التجويد، هذا إنما هو من المحسنات، محسنات التلاوة، وليس هو بواجب. وإنما الواجب تقويم القراءة من اللحن، فلا يلحن فيها بأن يرفع المنصوب وينصب المرفوع، هذا هو الخطأ في القراءة. فإن كان هذا اللحن يحيل المعنى فإنه يبطل الصلاة، كما لو قرأ إياك نعبد إياك بكسر، أو أنعمت عليهم قرأ أنعمت عليهم، فهذا لحن يحيل المعنى فهو يبطل الصلاة. وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى لكنه يخالف الوجه اللغوي، مثل ما لو قرأ الحمد لله الحمد لله بالرفع بالنصب بدل الرفع، الحمد بدل الرفع، أو قال لله لله بدل الجر، فهذا لحن وخطأ لكنه لا يبطل الصلاة لأنه لا يحيل المعنى. وأما التجويد فإن حصل فهو طيب، وإن لم يحصل فإن الصلاة صحيحة. نعم.